لفت للنظر أيضا بأن فنلندا تحاول أن تنأى بنفسها عن تصرفات السويد تلك، والشرطة الفنلندية خرجت في تصريحات قوية وهامة أشارت فيها إلى أنها تحظر بشكل مطلق حرق المصحف الشريف من قبل أي من المتطرفين، وأن الشرطة الفنلندية ستتصدى لأي محاولة من قبل هؤلاء. وهذا الأمر نال إشادة من قبل الرئيس أردوغان، وتحدث عن أن الموقف التركي من مسألة انضمام فنلندا لحلف الناتو مخالف تماما للموقف التركي من مسألة انضمام السويد لحلف الناتو، رافض بشكل قاطع لمسألة انضمام السويد، لكنهم مرحبين بمسألة انضمام الدولة الفنلندية لحلف الناتو. إذن الطلبات التركية واضحة، ضرورة رفع أيدي تلك الدول عن التنظيمات الإرهابية، في مقدمتها البي كي كي التي تستهدف الدولة التركية، والتي تقوم بشن تفجيرات تستهدف المدنيين من أجل زعزعة الاستقرار لدى أغلب المدن التركية. نتحدث عن إسطنبول، أنقرة التي شهدت تفجيرات عدة، راح ضحيتها كثير من أبناء الشعب التركي، لذلك أنقرة تعادي مثل هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي هي مع الأسف الشديد تتلقى دعما لا محدودا من الولايات المتحدة الأمريكية، تتواجد في العراق، تتواجد في الأراضي السورية، ولكن الضربات القوية التي تأتي من الجيش التركي تحد من تأثيرات هذه التنظيمات.